مرحبا واهلا وسهلا فيكم بموقع كراج تي في. اليوم راح نجرب سياره الاودي كيو 5. هاي السياره هي ميد سايز اس يو في، متوسطه الحجم. سعرها بيبدا من 208000 درهم اماراتي وتقريبا 57000 دولار امريكي، طبعا لل 3.0 لتر. السياره الموجوده معنا اللي بتيجي مع الاس 9 باكج اللي هو السبورت باكج، سعرها 225000 درهم. مساحة الصندوق الخلفي هي جيدة، مبدئيا بامكانك تفتح الباب بكبسة زر، بفتح اوتوماتيكلي لحاله، بامكانك طبعا تسكره بكبسة زر هون. هاي المساحة هي الموجودة، طبعا في عندك مساحة إضافية موجودة عند العجل، بامكانك تشتري خزانات وتحط فيها أشياء، بامكانك تثني الكراسي الخلفية من هون، طبعا هي بتنزل أكثر شوي من هيك، بامكانك طبعا إذا بتشيل هاي بصير في عندك مساحة أكبر. الكراسي الخلفية عملية زي ما انتم شفتوا، بامكانك تطويها حتى تحصل على مساحة اكبر بالترنك الخلفي. بامكانك برضو انك تثبت كرسي اطفال على هذا الكرسي وعلى الكرسي اللي انا جالس عليه، طبعا هذا اشي عملي للعائلة. نظرة على الـ MMI في الأودي كيو 5، الـ MMI هو نظام الترفيه والملاحة، زي ما انتم شايفين الشاشة موجودة هون عنا، نوعا ما حجمها صغير لكنها تؤدي الغرض. نبدأ مع النافيجيشن على سبيل المثال. هاي النافيجيشن موجود عندك الخريطة، طبعا في عندك عدد من التحضيرات والسيتنجز، بإمكانك مثلا تحضر تحدد الألوان المناسبة لليوم خلال ضوء النهار أو لليل، أو تتركها أوتو. في عندك مثلا إذا بدك إياها ثلاثية الأبعاد، ثنائية الأبعاد، إذا بدك مثلا تشغل جوجل إيرث، طبعا هاي خاصية مهمة بدي أحكي عنها، هي بإمكانك إنك تضيف إنترنت كونكشن على هاي السيارة من خلال سيم كارد، شريحة الجوال. كانك تضيف واحدة هون، هاي الشريحة بتدخل إنترنت، اتصال إنترنت في هاي السيارة، هذا الاتصال ممكن يتحول لهوت سبوت بوينت، بإمكانك تشبك عليها حتى 8 أجهزة. طبعا هاي مفيدة للعيلة، إذا كان مثلا عندك مش كل شخص بالعيلة عنده إنترنت باكج على الموبايل، بإمكانهم الكل يشبك على هاي الإنترنت ويستخدم الإنترنت طوال الرحلة. طبعا كانك برضو تحصل على الويذر برضو على حالة الطقس من خلاله. نرجع لموضوع النافيجيشن، طبعا انا جربته عجبني جدا، زي ما انتم شايفين بعطيك الصوت، بوضح لك خريطة زي ما انتم شايفينها، طبعا هون لانه احنا في منطقة صحراوية نوعا ما بتشوف اشي، لكن اذا بتطلع بالريفيو في صور انا صورتها موجودة عندك الابراج. طيب من الاشياء الموجوده برضه في الام ام اي اللي هي التحكم بخصائص السياره، مثلا عندك سيرفيسنج اند تشيكينج اند تشيكس، بيعطيك مثلا هون كانك تعرف مستوى زيت السياره هل بحاجه لتغيير او لا. عندك مثلا رقم الشاصيه موجود هون، عندك المساحات كيف بدك تغير وضعها، هاي الاشياء بتساعد صاحب السياره انه يعرف اذا السياره بحاجه للسيرفيس او لا. الاي سي مثلا بامكانك تتحكم بحركة الهواء جوا السيارة. درايفر اسيت، بامكانك مثلا تحدد السرعة، تنبيه على السرعة، فمثلا السيارة دائما راح تنبهك اذا تخطيت سرعة 120 كيلومتر بالساعة، لكن بامكانك تحدد ليميت ثاني، فمثلا اذا ما بدك تطلع عن 100 كيلو بالساعة، بس مجرد ما تختار لما تطلع عن 100 بتنبهك، وطبيعة الحال السيارة حتنبهك على 120 بجميع الاحوال. طبعا هذا اشي اختياري. خلينا نجرب السيارة. أنا السيارة عجبتني قيادتها سلسة وسهلة، حسيت إنه لما تسرع وتكون على بتغير مثلا المسرب أو بتمشي على منعطف بتحس السيارة صارت أجمد وصارت الثبات فيها أقوى. فمثلا خلينا نحدد، طلع كيف السيارة بتتسارع من 0 ل 100 كيلو بالساعة خلال 5.9 ثواني، واللي هو طبعا إشي ممتاز جدا خاصة للـ SUV، زي ما بتلاحظ مثلا هاي تسارعها ممتاز جدا. السيارة ممتازة حلوة ألمانية، بالنهاية حتكون فخمة، فيها تكنولوجيا، فيها كل شيء،
سعره شوي غالي ولكن يعني تطلع على كل المواصفات اللي موجودة فيها وعلى القوة وعلى المتانة، السيارة يعني بتستحق هذا السعر.